ماشي. في حاجة يا كابتن؟ بتدور على حاجة؟ في واحد شغال عندكم هنا اسمه عسلية. لا ما عندناش الاسم ده. يا عم انا متأكد ان هي شغال عندكم. بقول لحضرتك ايه، انا مش ناقص تكسير في الدماغ، انا عارف شغلي كويس وعارف مين شغال ومين شغال. بقول لك ايه، اتكل على الله، روح دور عليه في حتة تانية. خلاص يا عم بالراحة يا عم. اهلا 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 اهلا، سعادة البيت، اتفضل يا بيت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا راشد عامل ايه؟ ازيك سعادة الباشا؟ كويس؟ الحمد لله. يا رب دايم. ايه ده انت، ايه اللي جابك هنا؟ بدور على مرات عسليه. عسليه هي كانت موجوده من يومين اهو. شفت؟ مش قلت لك شغال عندكم جوه؟ عسليه دي مين يا بيه؟ دي سالي يا حاج سالي. اه سالي، والله يا بيه ما اعرف ان اسمها عسليه. انا ما اعرفش ان اسمها زالي عندكم يا باشا. المهم يعني انا حاسس مشكله بيني وبينها كده وكنت عايز اصلحها. يعني هي قعدت نص ساعه ومشيت. مش راحت فين؟ لا ما قالت لناش. بقى بقول لك ايه يا حاج، ما تخش شوف عندك ايه شغل جوه. حاضر يا بيه. اتفضل. بقول لك يا راشد، بما انك هنا معكش حاجه حلوه. والله يا باشا انا واقف بقالي كذا يوم. طيب انت مسجل رقم تليفوني، لما يبقى معاك حاجه كلمني. حاضر يا باشا. اتفقنا؟ حاضر يا باشا. ماشي حبيبي، عايز حاجه؟ ماشي، خلي بالك على نفسك بقى. يا زينب، زينب انا يا حاج. انا همشي بقى يا حبيبتي. طيب يا حاج. وهقفل عليكي من بره زي ما قلت لك، ومش هتخافي وانت قاعده لوحدك. ربنا معايا يا حاج. يا حبيبتي ربنا معاكي. بقول لك ايه، تقفلي الشبابيك والازاز وتطفي الانوار. فهماني؟ سلام عليكم. بامان الله يا حاج. الله يخليك يا حبيبتي. مع السلامه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ابني بقالك سنتين غايب عني، ويوم ما تحب تشوفني بقى عايز تستلف فلوس. اعمل ايه بس يا عم، الايام دي الدنيا معكوكه معاها على الاخر. والله على الناس كلها يا ابني. بس انا اتجوزت. اتجوزت؟ يخص عليك يا ند، انا معرفش، هو انا مش في مقام ابوك؟ والله العظيم ثلاثه كده جت على الضيق وفي السريع، ما انت عارف الجواز كله التزامات. من غير ما تحكي كتير، انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز فلوس. خد يا عم ادي 150 جنيه اهم، عشان لما تقصدني في حاجه ما ينفعش اقول لك لا. 150 جنيه مره واحده؟ على العموم تشكر. ما قلتليش الجوازه دي حصلت امتى وفين؟ لا دي حكايه طويله احكيها لك المره الجايه. تسمع 150 جنيه. سلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله انت لسه عايشة. مالك؟ طب اخرجي. بصي لي كده ليه؟ تعالي. اخرجي ما تخافيش. مفيش حد غيري هنا. Thank you.
انتي جميلة. انا اسمي عسلية. لا عسلية ايه، انا اسمي زينة. انت اسمك ايه؟ انت لازم تستحملي معايا، لازم تستحملي. واحنا كده شكلنا ملناش غير بعض. يا ترى الدنيا مخبية لنا ايه؟ راح فين يوه؟ ليه بس كده يا زميلي؟ ده نظيف. زميلك مين يا ده؟ انت هتصاحبني ولا ايه؟ جاي مين يا صديق؟ جاي الانسي مجر قدامي. فين ده؟ اهو قريب. يا عم انسي يا عم هنا راشد، سيبه اكابيلو ده، معرفه سيبه. ايه يا غول؟ الحمد لله بالسلامة يا غول. تعال يا غول ادخل ادخل ادخل. خلاص يا كابيلو. كل كل. ايوه. كل بيتك ومطرحك. حبيبي عم الناس، حبيبي والله. هو ايه؟ يا هلا يا دين. انما انت ايه اللي فكرك بيا يا غول؟ ايه ده؟ هو انا نسيتك اصلا؟ ده انا بقالي سنتين قالب على نمرتك الدنيا ولا الاقيها مع حد خالص.